Hello guys, مرحبا بكم فيديو جديد في لاشين ديالي صفاء بيوتي. هاد لا فيديو هادي كما شفتو في لو تيتر هاد لا فيديو تكون كتهضر على لي برودوي لي خاصنا نشريو فاش نكونو يلاه غادي نشريو مكياج. يعني هذا فيديو خاص بالمبتدئات، فإلا كنتي مازال ما شريتيش مكياج وباغا تشري وما عارفه شنو تشري كملي لا فيديو حتى التالي وما تغطي حتى حاجه، ما تغطي حتى حاجه، كملي لا فيديو حتى التالي. يا قبل ما نبداو خدي ورقه وستيلو، قيدي معايا اي حاجه من هادشي هذا اللي غادي تحتاجيه واللي غادي تخصك باش تشريه، ورقه وستيلو وتبعي معايا الخطوات. غادي نقول لك وحده بوحده وحده بوحده. يا اول حاجه كتكون هي في المكياج، نقدر نعطيهم لكم بالترتيب، نقدر نعطي لكم بلا ترتيب، يعني ما غاديش يكون داكشي واعر. مي اول حاجه غادي نبدا بها اللي هي البرايمر. البرايمر كديروه قبل ما كنديروا المكياج ديالنا، والدور ديالو هو انك كيسد لي بور. هاد المسامات هادو اللي كيكونوا هنايا كيسدهم وكيخلي لو تان ماتيفي، يعني مات كيجي لو تان مات، وفي نفس الوقت كيكون مرطب، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كيسد لنا المسامات باش فاش كنحطوا لي فون دو تان ديالنا كيجي لو فون دو تان ديالنا لاصق وكيجي مزيون باين. دونك بالنسبه للبرايمر كتلقاو برايمر اللي تيكون بحال هكذا، ولا كتلقاو برايمر اللي بحال هكذا، يعني في قرعه الزاج، يعني نتوما وشنو كتبغيو. انا حاليا كنستخدم هذا ديال ماك، هو اللي كيعجبني بزاف. دونك برايمر. ثاني حاجه اللي غادي نقدروا نستخدموها واللي هي الفون دو تان. بالنسبه للفون دو تان تقدروا تستخدموا فون دو تان اللي تيكون بحال هكا، يعني فيه اون كوفرونس اللي هي قويه وكيدوم يعني الوقت طويل، وبامكانكم يكون تستخدموا بيبي كريم بحال هكا. دونك فوالا نشرح لكم الفرق. البيبي كريم تيصلح لابو اللي ما تتكون فيها حتى شي ضرابي، حتى شي خديشات، حتى شي حبوب، حتى شي حاجه، دونك كتكون اون بو عاديه وما فيها حتى شي حاجه، دونك يصلح لها بيبي كريم. باغ كونطخ لابو اللي كتكون فيها دي سيكاتريس وبيان حبوب ولا دي طاش نواغ ديال الحبوب وكذا وكذا وكذا، فكيصلح ليها فون دو تان اللي تكون لاكوفرونس ديالو جد عاليه. اون فا باسي دابا للكونسيلر. بالنسبه للكونسيلر فكيكونوا بحال هكذا، دونك سي ان كونسيلر اللي يكون بحال هكا بحال هكا، سينو كتلقاو نوع واحد اخر. انا ما نزيدش لكم، فوالا ها هو كتلقاو نوع واحد اخر اللي تيكون بحال هكذا، دونك فوالا تيكون هكذا. بجوج بيهم مزيانين، سوف كو ان خاصكم نتوما تختاروا اللون المحدد ديال الوجه ديالكم، لان الفون دو تان كيكون في نفس اللون ديال البشره. باغ كونطخ الكونسيلر تيكون افتح بدرجه او بدرجتين على البشره. دونك فوالا كونسيلر. من بعد غادي يخصكم اون بودغ، بودغ اللي غادي تكون هانتوما سوا بودغ فيكس سوا بودغ ليبر. دونك بجوج بيهم مزيانين. بودغ اللي كتكون فيكس هكذا فكتحطيها على الوجه ديالك مزيانه، باغ كونطخ البودغ ليبر كتحطيها على المناطق اللي كتبغي تبرزيهم كثر. يعني انا بالنسبه ليا هذه كنستخدمها للزنقه كنديها معايا برا، وهذه كنستخدمها ديما في الدار. من بعد انا غادي لكم يعني بالترتيب، من بعد غادي نشوفوا البرونزر. بالنسبه للبرونزر يمكن لكم ديروا تاخذوا باليت اللي كيكون فيها برونزر اللي هو يعني داك اللي كيجي ماغون، باش نزيد نشرح لكم اكثر. اولا تاخذي باليت اللي تيكون فيها برونزر وهايلايت في نفس الوقت، فوالا بحال هكا. دونك هاد الباليت هادي فيها برونزر وهايلايت، وانتوما اللي بغيتو، بغيتو برونز بوحدو خذوه بوحدو، بغيتو برونز وشي حاجه خذوه برونز وشي حاجه. ابخي سا غادي ندوزو للفراجو. بزاف البنات اللي تيبغيو الفراجو عوض البرونز. بالنسبه للفراجو يمكن لكم تاخذوا بحال هادو اللي كتكون فيهم جوج، اولا تكون غير وحده، اولا تاخذوا اللي كيكون فيهم هاد الشيء كامل بحال هكذا بحال هكذا، يعني تيكون فيها البرونزور، تيكون فيها الفراجو، تيكون فيها فراجو مغلوق، فراجو مفتوح، وانتوما غادي. مي الا كنتي يلاه باغا من الاحسن انك تاخدي وحده اللي كيكون فيها كلشي، شحال ما لقيتو شي باليت فيها مخلط كلشي هذيك هي اللي كتكون حسن. من بعد غادي يكون الهايلايت. بالنسبه للهايلايتر تقدروا تاخذوا اي باليت بغيتو نتوما، ماشي بالضروره تكون هادي ولا، المهم الهايلايتر اللي نتوما كتبغيه، الالوان اللي نتوما كتبغيو. بالنسبه للعيون ف يا اما غادي تاخذوا باليت اللي تكون بحال هكا،
يعني باليت اللي تكون صغيره ما فيها لي كولور اللي نتوما كتبغيو ديروهم، اولا باختصار تاخذوا باليت كبيره اللي فيها جميع الالوان. فوالا يعني فيها الالوان كاملين تقدروا تحتاجوهم في اي وقت وفي اي مناسبه. فهمتوا؟ من بعد غادي ندوزو لي بانسو البيوتي بلندر اللي كان خاصني نهضر عليهم في الاول. فالبيوتي بلندر هي اهم حاجه اللي كنطابوطيو بها لي فون دو تان. بزاف د البنات تيقول لك بيوتي بلندر ما عندها حتى شي دور في الحياه. بيوتي بلندر راه كتخدمي بها لي فون دو تان ديالك، كتحيد لك داك الفون دو تان اللي كيكون زايد في الوجه، يعني كتخلي في الوجه غير داكشي اللي خاصو يبقى فقط. بالنسبه لي بانسو البانسو كتخدمي بهم الفراج، وكتبغي تخدمي بهم برونزر، هايلايتر، عينيك، يعني لي بانسو ضروري اعتذر. حاجه واحده اخرى اللي هي لي روج اليف. بالنسبه لي روج اليف كودي روج اليف اللي تيكون نيود وروج اليف اللي تيكون مفتوح، يعني واحد بحال هكذا مفتوح وواحد بحال هكذا مغلوق. فوالا لي دو. وغادي ندوزو للحجبان ديالنا. بالنسبه للحجبان كل وحده واش كتبغي تخدم الحجبان ديالها، كاينه اللي كتبغي تخدمهم بجل وكاينه اللي كتبغي تخدمهم بقلم. دونك فوالا قلم فيه هاد البانسو، هاد البانسو هذا ضروري سوا تشريوه بوحدو سوا تشريوه مع شي قلم. دونك الحجبان من الاحسن انكم تولفوا لهم القلم احسن من الجل. بزاف اللي تيقول لك القلم تيحيد ليا الزغب من الحجبان وكذا، الا كنتي كتفورسي وانتي كتصيبي بيان سور غادي يحيد لانه راه عادي زغب خفيف. باغ كونط الا كنتي غير كتعمري الاماكن اللي هي خاويه فهاديك هي احسن حاجه. و الا بغيتو ندير لكم فيديو على كيفاش كنقاد الحجبان ديالي انا خليوها لي في كومونتير و نزيدو با انكم ديروا لي لايك بزاف لهاد لا فيديو. غادي ندوزو دابا واش اسمو كنعتذر على الازعاج. غندوزو الماسكارا. بالنسبه للماسكارا اللي بغيتو نتوما فوالا الماسكارا اللي نتوما كتبغيو اللي نتوما استخدمتوها واللي نتوما يعني ديجا مجربينها وعجباكم. الماسكارات كاينين بزاف، يعني ما عنديش انا نفرض عليكم شي ماسكارا. من بعد معرفتش فين درت الايلاينر. فوالا ها هو الايلاينر. دونك من بعد كاين الايلاينر، يمكننا نستخدمو ايلاينر اللي تيكون بحال هكذا، او بامكاننا نستخدمو اللي تيكون هكذا جل اللي نتوما اللي على يديكم اللي بغيتو. انا من قبل كنت كنرسم بهذا، ولكن من بعد فضلت هذا لانه ساهل بزاف. شوفو بالنسبه للكريون ديال العينين، من الاحسن انكم تاخذوا 3 كولور اللي كيكونوا اساسيين في المكياج. 3 كولور وهما الابيض المارون لو نوار. دونك الابيض انا حاليا راني دايراه تحت عينيا فوالا شفتوا، والمارون دايراه في الوسط هنا وعاد استامبيت به، ولو نوار ما استخدمتوش. يعني كاين صراحه بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نخدموا بهم بهاد 3 ديال الكولور. عاد من بعد الا بغيتوا تشريو دي زوت كولور بحال بلو سيل، موف، فير، اللي بغيتوا. المهم هادو اساسيين تنقولوا. دونك سي سا جيسبر ما كنتيش والو. وبالنسبه لي روج اليف نقول لكم واحد الحاجه، بالنسبه لي روج اليف الا كان عندكم امكانيات انكم تشريو باكيه يعني يكون فيها كل شيء ديال لي روج اليف غتكون احسن. دونك بحال هكا يعني شي باكيه اللي تيكون فيها جميع لي كولور، ما تحتاجش انك تشري مره اخرى وتشري مره اخرى، صافي كيبقاو عندك ديما. فهمتوا؟ يعني كيبقى عندك لون مغلوق ومفتوح اللي بغيتي. ف يا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنستعمل انا، هادشي اللي فاش جيت نشري هادشي اللي شريت. كتبدا غير بشويه، كلشي كيبدا غير بشويه، حتى شي واحد ما تيبدا بشي حاجه اللي هي واو. بشويه حتى كتلقاي راسك عندك بزاف ديال المكياج. هادشي اللي كاين. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، الا عجبكم هاد لوك هذا اللي درت، الا عجبكم هاد لوك نزيدو با انكم تخليوها لي في لي كومونتير. واش نقول لكم، اول مره غندير لا ليف في الاحمر، سي بوغ لا بروميير فوا في حياتي غندير هكا الاحمر. ما عمرني درتها لان ما كانش كيعجبني الاحمر، وكنظن انه ما تيجيش معايا، ولكن عجبني على الالوان اللي تيكونوا بحال هكا عاطين العين بزاف. كيكبروا لي شنيف، فهمتوا؟ داكشي اش ما كنبغيش نديرو، كنتفاداهم، لكن عجبني. صافي هادشي اللي كاين. جيسبر ما كنتيش عليكم والو، ولا نسيت شي حاجه قولوا لي في لي كومونتير. عجبتكم لا فيديو نزيدو با على سي لايك سبسكرايب كومونتير زوين، وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي تبغيوهم يتفرجوا حتى هما.
وحاجه واحده اخرى كنشكركم كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في لا فيديو ديال روتين روتين نقدر نخلي لكم هنا ولا هنا الا كنتو في هنا ولا هنا الا كنتو مازال ما شفتوش فميرسي على داك التفاعل الزوين ميرسي على لي كومونتير الزوينه فشكرا على تفاعلكم الزوين شكرا على الناس كاملين اللي كيبغيوني بدون مقابل انا كنشكركم بزاف وبلا بكم يمكن والو دونك سي صافي